كانت بدأت رجله ان هي تورم جدا. دكتور رسم العصب رفض يعمل له الرسم، قال له لا انت رجلك ورمت قوي كده ليه، انت ايه اللي حصل لك؟ قال له انا نزلت صيدليه وخدت فيها ابل للبرد. راح قال لي لا رجله ورمت جدا كده ليه، راح قال له وكمان ما عملتش بول النهارده، انا كنت بعمل امبارح طبيعي النهارده ما عملتش. راح قال لي يبقى الابره دي سدت له، عملت له انسداد في حوض الميه ووقفت له الكلى وزرقان الرجل بالطريقه دي، يبقى كده الابره عملت له تجلطات وتجمعات دمويه. لان الدكتور لمس رجله وهي ورمه لقى الرجل من جوه الاورده زي ما تكون بتتكسر. راح قال لي لا كده مش هينفع، لازم دكتور اوعيه دمويه. عبت ما نزلنا من مركز رسم العصب بندور على دكتور ما لقيناش، كان جوزي توفى في ساعتها. فطبعا نفس اليوم مسافة رجعنا بيه من المركز، رجعنا بيه من المركز مش لقين دكتور أوعية دموية، كان ساعة المغرب كله قال هينزل بعد المغرب. عبد ما روحنا بيه كان جوزي توفى على طول ساعة المغرب. طبعا اللي اداله الإبرة ما تحبس، هو قعد يوم واحد بس اليوم اللي حققه معايا فيه في النيابة لما حكيت لهم الواقعة دي كلها، هو دوت اليوم اللي اتحقق فيه وطلع. وهو أساسا طلع مش صيدلي، واقف في الصيدلية، هم مأجرين صيدلية واقفين فيها وهو أصلا مش صيدلي. وطبعا مش مبطلين إشاعات إني جوزي مش من الإبرة، ده هو كان عنده كورونا. والله جوزي ما كان عنده كورونا أساسا ولا كان عنده أي حاجة، ده زيه زي أي واحد طبيعي داخل عليه دور برد. وقال عشان ما يقعدش في البيت وينزل يجيب لنا قطنا وقط عياله، قال ينزل ياخد إبر البرد. لكن هم طبعا عمالين يعملوا اتهامات بدليل ان هم يوم ما جوزي توفى وعرفوا ان هو توفى بسبب ان الشخص ده اداله ابره، جه والده وجه ناس من عندهم عشان يساومونا ان ما نروحش القسم نعمل محضر، ان احنا نديكم اللي انتوا عايزينه وتنزلوا عن المحضر. طبعا الدنيا هاجت وصارت لما قالوا كده، وطبعا طردوهم. وبردك رحت وعملت محضر والقضيه شغاله، بس للاسف هو طلع ما قعدش غير يوم واحد في النيابه وطلع، وعمالين يقولوا احنا ما فيش اي حاجه ناحيتنا. وطبعا الصيدليه اتفتحت طبيعي كانهم ما عملوش اي حاجه. فانا عايزه حق زوجي، انا عايزه الطب الشرعي. قعدوا يقولوا لي الطب الشرعي هيطلع خلال 60 يوم، قعدت لحد 60 يوم ان الطب الشرعي يطلع، ما طلعش لحد دلوقتي خالص. ده اللي خلاني توجهت ان انا انزل قضيه زوجي عشان الطب الشرعي يجيب له حقه، عشان انا جوزي كان محترم جدا ما يستاهلش ان حقه ما يجيش. جوزي كان عارف ربنا وكان بيصلي الفرد بفرده وعمره ما عمل اي حاجه غلط، فمش ذنبه ان هو نزل عشان ياخد ابره يحصل له كده. ليه الحاجه هو اول مره ياخد ابره ولا ده وكان متعود ان هو ياخد؟ كان متعود بياخدها عادي، بس وهو تعبان والله وبيصرخ من الوجع قال لي انا لما باخدها في اي صيدليه بيدوني نصها. ده اداني السرنجه كامله ملاها قدامي كلها وفضها كلها، اداله حقن البرد، قال لي نزلت اداني 3 حقن البرد.